السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضرتنا. إحنا ما زلنا في الـ STLC وهي الميثودولوجي اللي أنا بستخدمها عشان أعمل سوفت وير ديفلوبمنت لمادتنا اللي هي عمل DSS System. حكينا إنه تتكون من 4 مراحل: المرحلة الأولى Planning، المرحلة الثانية Analysis، المرحلة الثالثة Design، ثم Implementation. حكينا إنه المرحلة الأولى كتايم الأقل وقتا، ثم باقي المراحل الزمن فيها حيكون أكبر من planning، ولكن planning هي أهم مرحلة في المشروع وبناء عليها نحكم على المشروع سينجح أم سيفشل. إذا كان عندي good planning أو planning بشكل صحيح حيقودني إلى نجاح المشروع، والعكس صحيح. طيب، وقلنا انه من اهم مراحل البلاننج انه في شيء يسمى دراسه الجدول Visibility Study، اللي هي بتحكي لي عن التالي: هل استطيع تنفيذ المشروع ضمن تايم معين، بادجت معين، وستاف محدد. التايم حكينا كمثال مشروع الطالب يجب ان لا يتجاوز 4 شهور او الفصل الدراسي. وذين البادجت، المخصصات العادية لكل مشروع هناك بادجت معينة للمشروع، وليكن 10,000 دولار لإنشاء مشروع محدد. هل جوابي في الفيزيبيليتي ستادي هل أستطيع تنفيذ المشروع ضمن الميزانية المحددة 10,000 دولار الأكثر والأقل؟ ممكن يكون المصروف في المشروع أقل لكن ما يكونش أكثر. والسؤال اللي بعده: within existing staff، التيم الحالي وهل اللي يقوم بالمشروع المراد تطبيقه. ثم انتقلنا بعدك إلى مرحلة الأساس اللي جاوبنا فيها على 5 أسئلة 5W. ثم انتقلنا إلى Analyze the Problem، Gathering Information، Model the Process or Processes، بعدين Model the Data، بعدين انتقلنا إلى عملية التصميم الحقيقية للمشروع اللي هي Design Physical System، Design Architecture، Design Interface، Design Interface and File، بعدين Design the Program. في المحاضرة هذه نتعرف على Construction، أو نتعرف على آخر مرحلة Implementation اللي هي Output تبعها يكون عندي System Delivery، واللي في هذه المرحلة نقوم بالتالي: نقوم construction للسيستم، ونقوم بعملية installation. construction المقصود هي عملية الكودينج، كتابة البرنامج بشكل صحيح، اللي write the code. لكن مهم جدا الكود لإيش؟ عشان أعمل meeting للبزنس requirement. coding في هذه المرحلة نقوم فريق البرمجة بالاعتماد على المراحل السابقة، بالاعتماد على الديزاين اللي تم في المرحلة السابقة، ديزاين للشاشات، ديزاين للداتابيز، ديزاين للبروجرام، ديزاين للكود بشكل عام، ومن ثم نقوم بعملية البرمجة الفعلية للنظام، بمعنى كتابة الكود في البرنامج. بعدك عادة لكتابة أي برنامج ممكن أستخدم reuse code، بحيث إنه الكود اللي أنا بكتبه أول شيء يكون public، يكون عام، بحيث أستفيد منه في مشاريع لاحقة. والعكس صحيح، لو أنا قمت بمشاريع سابقة أو أستخدم نفس الكود السابق في البرنامج الحالي. إذا بكتب كود وبعتمد على في كتابتي للكود إنه الكود يكون قابل لإعادة الاستخدام في أكثر من مشروع، هذا بسهل علي إنشاء مشاريع لاحقة. يكون عندي بانك كبير من الكودز بحيث أستفيد منه في إنشاء مشاريع لاحقة في زمن قياسي، في زمن أقل. لذلك كتابة الكود ليست بالمهمة السهلة، إذا كتبت كود بشكل صحيح بستطيع إنشاء مشاريع بشكل صحيح واستخدامها لاحقا في مشاريع تالية. آخر شيء في شيء يسمى اليونت تيستينج، بمعنى أنا بأمر بمراحل متعددة في تيستينج. تيستينج للوهلة الأولى بيقوم بها الديفلوبر أو اللي بيكتب الكود، بيعمل تيستينج أثناء كتابته للبرنامج. لكن هذا ما بيغني عن أنه تيستينج يجب أن يقوم به شخص آخر،
أو مجموعة من الأشخاص، بحيث إنه المصنع أو الديفلوبر بيقوم بإنشاء المشروع، بإنشاء كتابة الكود بناء على طريقة تفكير معينة، بناء على عدم توقع أخطاء معينة. لكن لو نقلنا التستنج إلى شخص آخر يقوم بعملية التستنج بشكل أفضل. يفضل التستنج يكون أكثر من شخص، وبناء عليه يكون عندي الكود أو البرنامج جاهز للاستخدام. التستنج ينقسم إلى مجموعة كبيرة من المراحل. التستنج لكل موديل على جهة على حدة، عمل تستنج لكل موديل. المشاريع بشكل عام تقسم إلى مجموعة من الموديولز، الموديول تقسم إلى مجموعة من الميثودز، الميثود تقسم إلى مجموعة من الفانكشن، وهكذا. بقوم بعملية تيستينج لكل موديول بشكل مستقل. وكنوع من التخصيص بقوم بعمل تيستينج لكل ميثود بشكل مستقل، ثم بشوف الانتجريشن ما بينهم، ما بين الميثودز. هل الانتجريشن اللي بيتم فيهم بشكل صحيح؟ بمعنى لو في عندي انبوت واوتبوت ما بين ميثود واحد وميثود اثنين، متأكد انه ميثود واحد بيرسل مجموعة من المتغيرات الى ميثود اثنين بشكل صحيح. ميثود اثنين بتأكد انه انا استقبلت مجموعة المدخلات بشكل صحيح، وهكذا. بمعنى بروح بعمل فحص المدخلات والمخرجات ما بين الميثود، وبروح بفحص الميثود بشكل مستقل، وبروح بعمل تيستينج للميثود بشكل عام مع باقي الميثود. وبعد هيك بنتهي من إنشاء تيستينج كامل للموديل اللي أنا بين إيدي بشكل مستقل، ثم بشوف الانتجريشن ما بين الموديل الأول والموديل التالي. هل بيتم تراسل يعني المعطيات والمدخلات والمخرجات ما بين الموديلز بشكل صحيح؟ وبتأكد من الانتجريشن ما بين الموديل الأول والموديل الثاني والموديل الثالث، وهكذا. إذا الفحص للمرة الأولى بيتم على مستوى البروسيجر، ثم بينتقل إلى الميثود، ثم بينتقل إلى الموديل، ثم بينتقل إلى مجموعة الموديلز اللي بمجموعها بتكون عندي البرنامج. التستينج من ضمن الأشياء اللي لازم أراعيها لشيء يسمى لود تستينج، بمعنى السيستم المراد تشغيله بدي أعمل عليه شيء يسمى من اللود. الوضع الطبيعي لما يكون عندي داتا بسيطة وداتا بأعداد قليلة ويوزرز بأعداد قليلة، بيكون السيستم ماشي بشكل سليم. ولكن أنا بدي أعمل لودينج على السيستم، بدي افترض انه عندي اصبع عدد المستخدمين بدل ما هو في الوقت اثناء عملية الديفلوبمنت بيكون المستخدمين واحد او اثنين، لكن بالتنفيذ الفعلي بيكون 10 او 20، لكن في المستقبل ممكن يصل العدد المستخدمين الى 100. اذا بحاجة اعمل لودينج للكود اللي انا بقوم بيه واستخدم برامج معينة. افترض انه عدد المستخدمين 100 مثلا، وبناء عليه بحكم على السيستم هل هو ستيبل او ان ستيبل، هل بحاجة الى معالجات معينة. الشيء الثاني بعمل لودينج لكم معين من البيانات. البرنامج ما بتبين العيوب فيه الا اذا كان في عدد كبير من البيانات. عادة الأنظمة في الشهر الأول للتنفيذ، والثاني والثالث والرابع، وحتى سنة يكون ما في عندي مشاكل كبيرة خاصة بالبرفورمانس. لكن بعد هيك تظهر عندي مشاكل البرفورمانس لما يزيد عدد الداتا. هل ممكن أنا بحاجة أعمل ريستراكشرنج للداتا؟ ريستراكشرنج للداتا بيز، أروح أعمل إندكس جديدة، أعمل ريتريفينج للداتا بطريقة معينة. بمعنى التستينج من المرحلة الأولى قبل التسليم للمؤسسة الخاصة أو تنفيذ المشروع، لازم أعمل تستينج على عدد معين من اليوزرز. بقول أنا بس المستخدمين اليوزر 100 يوزر، والداتا اللي أنا بدي أستخدمها 100 ألف رو، 100 ألف طالب. الجامعة الناس مثال فيها 7000 طالب. أنا بدي أفترض إنه الجامعة خلال عدد معين من السنوات يوصل لعدد الطلاب إلى 20 ألف طالب، 30 ألف طالب. إذا من اللحظة الأولى بروح بعمل لودينج لداتا على سيستم 30 ألف طالب على سيستم الجامعة، وبروح بعمل لودينج او سيميوليشن انه مستخدمين البرنامج عبارة عن 100 مستخدم. زي ما احنا شايفين الان
الآن الإنترنت والإنفراستراكشر الخاصة بالإنترنت غير مناسبة. جميع المؤسسات تتجه إلى التعليم الإلكتروني. الإنفراستراكشر الخاصة بالإنترنت عندنا في فلسطين غير مناسبة لهذا اللوز. وهذه المشكلة اللي أنا بحكيها بالضبط، اللي هي أنا بفترض أشياء في المستقبل وبناء عليه بجهز البيئة التحتية المناسبة قبل حدوث المشكلة. إذا التستنج عملية مهمة جدا. أنا بذكر في مشروع قمت فيه قبل تقريبا 15 سنة، لمشروع خاص في جامعات ماليزية. الجامعات كانت تحتوي على بحد أقصى 100 ألف طالب، الجامعة الواحدة تحتوي على 100 ألف طالب. فأنا قمت عملية جنريت لداتا لمليون طالب، وعملت تيستينج للسيستم في وجود 100 مليون طالب على سيستم. هنلاحظ إنه هذا الكلام بيساعدني في التالي، بيساعدني في كتابة الكويري بشكل صحيح، بحيث إنه الكويري تعمل ريتريفينج لعدد معين من البيانات. ومن يوم إلى اليوم أنا بستفيد من دائما الكويري أو الأشياء المعروضة على الشاشة للمستخدم لازم تكون بعدد محدد. الوضع الطبيعي لو رحت على اس كيو ال سيرفر، الوضع الطبيعي عشان اعمل ريتريف للداتا بروح بقول له سيلكت ستار فروم تيبل نيم. هذا الكلام مش منطقي في وجود مليون ريكورد. وبناء عليه من يومها لليوم انا بستخدم دائما سيلكت، وبحدد عدد محدد من ريكورد عشان أعملها ريتريفينج. ناخد مثال سريع SQL Server. SQL Server عشان نفهم ما هي المعايير الخاصة باللودينج والتستينج قبل عملية التسليم للبرنامج. نروح على SQL Server ونشوف مثال على داتابيز فيها. هذه الداتابيز أعتقد فيها عدد معين من الريكوردز. هذه فيها داتا كبيرة. هذاك انترنت سيلز. شوف هذا التابل. نلاحظ مع بعض حتى في SQL Server Engine مع بعض. لو طلعنا مع بعض بزر اليمين قلنا له select اديني توب 10,000 رو. اذا ما قال لي انا SQL Server برجع لك البيانات بالكامل، فقد بيرجع لي 10,000 رو. طلع مع بعض هيعملها ريتريف ل 10,000 رو خلال زمن قياسي معين. نبدأ نقول التالي، أول نستار هذا الشيء الخاطئ. لاحظين مع بعض إنه في عندي إيش، في عندي ديلي. حصلنا على 60,000 رو 398 رو. عادة الـ end user ما بحاجة إنه يشوف كل البيانات، لكن الوضع الطبيعي لما بعمل development لأي system بكتب الـ query بهذا الشكل select star from اسم الـ table. هذا الكلام مش منطق. SQL Server قالت لي أنا select top 10,000. الله مع بعض بديني ال 10,000 رو، ما بيديني حتى عداد الثواني. لكن لو قلنا له أعطيني كل البيانات، والله مع بعض بيعطيني
مستغرق العملية. واحد تاني إذا أنا بنصح ما يقول ماشي، يقول أقول أنا طب 100 قد يكون كافي وزيادة إنه أسترجع 100 رو فقط لا غير. إذا هذه من المعايير اللي أنا بستخدمها في عشان أحافظ على البرفورمانس الخاص في البرنامج. طيب ننتقل إلى نقطة ثانية، نشوف شو هي المعايير اللي بتحدد successful project management، والعكس صحيح نشوف ما هي الـ implementation failures، إيش الأشياء اللي بتؤدي إلى فشل المشاريع. أي مشروع قد يصاب ب أو كنتيجة له قد تكون النجاح أو قد تكون الفشل. النجاح والفشل بيعتمد على مجموعة من العوامل. أول عامل شيء يسمى establish a baseline، بمعنى أنه أنا عشان أعمل أشوف successful أو fail أنا بحاجة إلى base، أنا بدي أقول المشروع ناجح بناء على قيمة معينة. أنا بدي أقول المشروع إذا بدي أحدد شو هي البيز اللي أنا بدي أقارن معه، مفروض المشروع اللي أنا بدي أقوم فيه ينفذ ويحصل مبلغ معين خلال 4 شهور. أنا بدي أقول المشروع تبعي بدي يحقق أرباح بعد 4 شهور بقيمة 5000 دولار. إذا هاي البيز لاين، البيز اللي هو القيمة اللي أنا بدي أقارن فيها اللي هي 5000 دولار، وبناء عليه بدي أحكم على المشروع خلال تنفيذي للـ4 شهور. إذا حصلت على 4000 دولار، إذا أنا ما حصلت للبيز لاين، وبناء عليه بحكم على المشروع بأنه فاشل. ولكن نسبة الفشل فيه قليلة، ممكن يكون عندي البيز لاين 5000 لكن أنا بعد 4 شهور أحصل على 1000، إذا نسبة الفشل فيه أعلى. بنحصل على 3000 دولار، إذا نسبة الفشل أقل، وهكذا. بنحصل على 4999، هل أعتبره فاشل ولا غير فاشل؟ كترو فولس بعتبره فاشل، ولكن نسبة الفشل فيه لا تتجاوز 1%. لو حصلت بعد الـ4 شهور 10000 دولار، إذا حققت نجاح بنسبة كبيرة جدا. إذا دائما الفشل والنجاح للمشروع يعتمد على البيز لاين. 2، من الأشياء اللي بتساعدني على successful في البروجكت define scope of the project. عادة كل مشروع السكوب فيه واضح بشكل واضح 100% بيكون هذه من عوامل النجاح. نقول ناخذ مثال، أنا بدي أقوم بإنشاء نظام قبول والتسجيل، هذه 1. 2 بيخدم الطلاب، هذه 2. 3 النظام ويب أبليكيشن، هاي 4 النظام بيخدم الفانكشن 1 2 3. إذا أنا كل ما حددت السكوب الخاص في المشروع بيكون عندي من عوامل النجاح للمشروع. ناخد سكوب تاني، سكوب فاشل. define the scope of the project، أقول المشروع بيخدم الطلاب والمدرسين، المشروع بيعمل ضمن بيئة إنترنت وموبايل وديسكتوب، المشروع قابل على يعني بيستخدم تكنولوجيا الكلاود كومبيوتينج، البروجكت بيستخدم فازي لوجيك. إذا أنا هنلاحظ مع بعض إنه أنا قلت أنا بدي ويب وموبايل وديسكتوب، هذه طبعا سكوب واسع جدا، ما في عندي سكوب بشكل واضح بشكل محدد، وبناء عليه يكون عندي المشروع قابل للفشل لأن السكوب فيه غير واضح. طبعا الشيء المهم جدا كذلك في المشروع manage change and scope، دائما
أثناء تنفيذي للمشروع هناك تغيرات. دائما البلانينج مختلف عن الامبلمنتيشن، وبناء عليه حيصير في عندي تشينج من البلانينج إلى الامبلمنتيشن. إذا أنا المطلوب مني ما أعمل ريجكت لكل التشينج المطلوب، لكن أنا مطلوب مني أعمل مانج للتشينج. لو صار عندي أي طارئ، أي تغيير من الخطة أثناء التنفيذ، إذا لازم أعمل مانجمنت بحيث بعض الأشياء أقبلها وبعض الأشياء أرفضها، لكن مع المحافظة على السكوب ومحافظة على البادجت ومحافظة على الزمن الخاص بالمشروع. النقطة اللي بعدها اللي هي get support from upper management. بمعنى الأبر مانجمنت هي الجهة المسؤولة عن authorization للمشروع، ومسؤولة عن الانتقال من ستيب إلى ستيب في المشروع، من مرحلة إلى مرحلة، ومسؤولة كذلك عن توقيف المشروع أو عن إغلاق المشروع. لذلك أنا بحاجة بشكل مستمر أحصل على دعم خاص من الإدارة، get support from upper management. وهذا الكلام بيتم من خلال التالي: من خلال التنظيم للمشروع، من خلال إدارتي للمشروع بشكل سليم، من خلال توفير المعلومات المناسبة بشكل دوري ما بين الإدارة التنفيذية للمشروع وما بين إدارة المشروع. بمعنى لازم كل أسبوع يكون عندي فيه تقرير عن البروجريس الخاص في المشروع، عن التنفيذ، عن الأشياء اللي تمت خلال المشروع. البروجريس بشكل أسبوعي، بشكل شهري، بشكل أو بآخر، لازم ضمن فترة زمنية محددة تكون المانجمنت أو التوب مانجمنت مطلعة على سير المشروع، بحيث أنها تبقى على اتصال ما هي المرحلة اللي إحنا واقفين فيها في تنفيذي المشروع، وما هي نسبة الإنجاز الخاص بالمشروع. النقطة اللي بعدها establish timeline, milestone, budget based. طيب أو realistic goal. بمعنى أنا بدي أقول التالي: المشروع لازم أقسمه إلى مجموعة أشهر، مجموعة أسابيع، مجموعة أيام، فترة زمنية معينة time based، أو أقسمه إلى مجموعة milestone، أو ممكن أعمل combination، أعمل time line وأستخدم milestone. بمعنى أقول التايم لاين بشكل أسبوعي، مدة التنفيذ مدة 4 شهور، لكن المايلستون أنا في عندي 3 مايلستون. والمايلستون الأول ده أنجز المهمة الأولى، المايلستون الثاني ده أنجز المهمة الثالثة، مايلستون الأخير بيكون أنجزت البرنامج بشكل كامل. طبعا هذا الكلام بيعتمد على بادجت، بيعتمد على إنه أنا بتأنفق خلال تنفيذ المشروع $10,000 مقسمين إلى 4 مراحل، 4 مايلستون. الـ4 مايلستون مقسمة بشكل أسبوعي، ثم بتنفق وليكن مثلا $3,000، $3,000، $2,000، $2,000. إذا هذا أنا بيكون عندي الأشياء واضحة والتقارير بشكل واضح، ودائما الإدارة العليا مطلعة عليه حتى أحصل على سبورت منهم وأحصل على إدارتي للمشروع بشكل مناسب. النقطة اللي بعدها involve users. بمعنى المستفيدين من النظام بحاجة يكونوا involved في داخل المشروع. بمعنى أنا ممكن أقول المشروع تبعي 4 شهور، ولكن كفكرة خاطئة بتبدأ أعرض المشروع على المستخدمين في الشهر الثالث. إذا أنا بدي أعمل ديفلوبمنت مدة 3 شهور، وفي الشهر الثالث أروح أدخل الإند يوزر أو اليوزرز خاصين بالنظام. ممكن للوهلة الأولى أتفاجأ بأنه النظام بالكامل غير مناسب، بناء عليه بفقد عملي مدة 3 شهور السابقة. ولكن involve users بحاجة أضمن الإند يوزر أو المستخدمين
بشكل دائم في المشروع، وليكن أنا ببدأ في تضمين الإند يوزر من الأسبوع الثالث لتطويري للنظام، وبناء عليه بحصل على فيدباك مناسب، وبيكون عندي الإند يوزر انفولد، بحيث لو صار عندي أي طارئ أو أي مستجد بيكون استدراكه في بداية المشروع. بمعنى أنا بعمل موديل واحد من المشروع، وبروح بعرضه على الإند يوزر، وبناء عليه باخد فيدباك. فيدباك هيساعدني في إنشاء موديل 2 و3 و4 و5 بدون أي مشكلة. ولكن مش صحيح أنه أروح أنشئ المشروع بالكامل 10 موديولز وبعدين أعرض ال10 موديولز على الإند يوزر. لا، أنا بعمل موديول واحد متكامل وبعرضه على الإند يوزر، وبناء عليه باخد فيدباك، ما هو الشكل المناسب، ما هي الملاحظات، ما هي الأشياء المناسبة في المشروع، ما هي الأشياء الضعيفة، إيش التحسينات اللازمة على المشروع قابل الاستمرار في المشروع. وبعطيك نقطة مهمة جدا، هي وهي document everything، كل شيء بيتم في المشروع من بدايته لنهايته بحاجة نعمل له شيء من الدوكيومنتيشن. هل ناخذ المشاريع أو العوامل التي تؤدي إلى الفشل؟ النقطة الأولى lack of stockholder involvement. المشروع بيحتوي على stockholder مجموعة الناس المستفيدة، مجموعة ال customers بالإضافة لل team member بالإضافة لل team manager. إذا ال team manager و team زائد لزاد ال customer هم بنسمي هذول ال stockholder. لو كان في عندي مشكلة ما بين هذا الأشي هذول الثلاث جهات، إذا أحد مثلا الـ end user غير مهتم في المشروع، أو team project manager غير مهتم في المشروع، أو team نفسه غير مهتم في المشروع. إذا أي مشكلة بين الثلاث أعضاء هذه يكون عندي مشكلة في المشروع، تؤدي بشكل نهائي إلى فيلر للمشروع، أو من العوامل اللي تساعد على فشل في المشروع. أشياء النقطة الثانية اللي هي incomplete requirement، أنا ببدأ بنتقل إلى تنفيذ المشروع وال requirement not complete، بمعنى إنه ال requirement لما تكون عندي كاملة ومتكاملة خاصة بالنظام بستطيع تنفيذ المشروع بشكل صحيح، لكن إذا كان ال requirement غير كاملة لن أستطيع تنفيذ المشروع. بمعنى أي مشروع بحاجة إلى requirement، إذا كان ال requirement كاملة المشروع بيكتمل بشكل صحيح. بمعنى أنا بدي أبني بيت مكون من 10 طوابق، طب أنا ما في عندي ميزانية كاملة كافية، إذا ما بستطيع تنفيذ المشروع. لما تكون requirement كاملة بستطيع تنفيذ المشروع. اثنين، scope creep، بمعنى السكوب غير واضح، بمعنى السكوب بشكل مستمر، بمدد، بزود، بنقص، يكون عندي ما في عندي اصلا سكوب بشكل حقيقي. اثنين، النقطة اللي بعد، عن realistic expectation، بتوقع اشياء غير منطقية غير حقيقية من المشروع. النقطة المهمة جدا، project champion leaves، كثير من المشاريع السبب فشلها انه الشخص الاساسي او الشخص المركزي في المشروع بيترك المشروع. طبعا أنا هذا لاحظته في كتير من المشاريع اللي في الوقت الحالي تفشل. شو سبب فشلها؟ أنه الشخص أو الكي بيرسون، بنسميه الكي بيرسون، ترك المشروع. إذا أنا من الأشياء اللي بتؤدي إلى فشل المشروع أحافظ على اللي هي الأشخاص المركزيين في المشروع. النقطة اللي بعدها، lack of skill or expertise، بمعنى أن أنا بعتمد في مشروعي على مستوى متدني من المعرفة ومستوى متدني من الإكسبرتيز. أنا بحاجة للمشروع يكون في عندي ميكست، ناس خبراء وناس ذوي خبرة أقل، بحيث نستفيد من الخبرة السابقة في المشروع واللي تساعدني في عمليات اللي خاصة بالمشروع. آخر شيء إنه يكون عندي اللي هي human resource غير كافي،
أنا أعتمد على مشروع وبحاجة لرسورس معين، أنا بحاجة لمشروع لتنفيذه 10 أشخاص، إذا لن أستطيع تنفيذ هذا المشروع بشخصين. لو كان عندي insufficient human resource تؤدي إلى مشكلة كبيرة. آخر مشكلة بتؤدي إلى فشل، آخر شيء بيؤدي إلى الفشل اللي هي new technologies. technologies سيف ذو حدين، كثير من في ناس تستفيد منها، في ناس بتكون عندها مشكلة. التكنولوجيا بشكل عام هي عبارة عن تشالنج لنجاح أي مشروع. عادة التكنولوجيا الجديدة تؤدي إلى فشل المشاريع، لذلك ينصح باستخدام تكنولوجيا ستيبل، تكنولوجيا مناسبة إلى المؤسسة بحيث تساعدني على نجاح المشروع. طيب المحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل باقي المادة، ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.